بسم الله الرحمن الرحيم. تاني، عدد اللجان الفرعية 141، عدد اللجان اللي اشتغلت وتم إدخال البيانات فيها 141، إجمالي عدد الحضور 318,033، إجمالي عدد الأصوات الباطلة 4,198 صوتا باطلا، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 313,835 صوتا، عدد الأصوات الحصر العدد لعدد الأصوات التي حصل عليها السيد عبد الفتاح السيسي 296,668. أقولها تاني، عدد الأصوات الصحيح التي حصل عليها السيد عبد الفتاح السيسي 296,628 صوت، عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها السيد حمدين صباحي 17,207 صوت.